قانون تملك الأراضي الصحراوية للأنشطة الاستثمارية للأجانب، هل هو قانون جديد؟ لا، ما هوش قانون جديد ولا حاجة، هو قانون قديم وطرأ عليه تعديلات. ده برضو حتى لا يتأول المتأولون، أو حتى لا يؤوله المؤولين، ولا يتقول عليه المتقولين كما جرت العادة. يبقى قانون كان موجود ولكن تم التعديل عليه. خلينا في الحتة دي نرحب أولا بصديقي العزيز جدا، يعني بعد شوية يكون موجود معنا، سيادة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وهو الحقيقة سيادة النائب عمرو واحد من أبرز، بل واحد من أقوى نوابنا في مسألة الإدارة المحلية وما إلى ذلك، يعني أقدر أقول كده بالبلدي الفصيح بيجيب الديب من ديله. ازيك يا سيادة النائب؟ أهلا وسهلا بيك. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا صديقي العزيز. حبيبي حبيبي، ده انت اعز صديق. كنا لسه حالا بنتكلم، بنقول على قانون تملك الاراضي الصحراويه بغرض الانشطه الاستثماريه للاجانب، وانه قانون كان بالفعل موجود في مصر الا انه تم التعديل عليه، لان هناك بعض من يحاول ان يؤول او يتقول ويقول لك عملوا قانون جديد وهيسمحوا للاجانب بتملك الاراضي فين وازاي وبتاع ايه وكلام من ده. فانا قلت لهم يا جماعه احنا نرجع لست النائب عمرو درويش، هو واحد من ابرز نوابنا اللي بيجيبوا الديب من ديله في مثل هذه الامور وفيما يتعلق بمثل هذه القوانين وقوانين الإدارة المحلية. فمهم ان احنا نعرف ايه قصة القانون ده، وهل التعديلات الجديدة تضفي مزايا وتجذب المزيد من الاستثمار؟ تحياتي طبعا لحضرتك. ده حقيقي، احنا طبعا البرلمان الاسبوع اللي فات ناقش تعديل لمادتين، مادة 11 ومادة 12 في القانون 143 لسنة 1981، والخاص بيه مسألة الأراضي الصحراوية. الغرض من التعديلات بشكل واضح جدا، لأنه في الحقيقة هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه، هو أنه يتوافق مع القانون رقم 72 لسنة 2017، قانون الاستثمار. لأن في قانون الاستثمار في مواده هناك إتاحة، إحنا بنتكلم على فتح مزيد من المناخ الاستثماري، وأن يبقى في تسهيلات وتيسيرات لجذب رؤوس الأموال الخارجية، خصوصا وإحنا بنتكلم على اقتصاد مصري مر بتحديات خلال الفترة اللي فاتت، وكان في إشكالية كبيرة جدا في مسألة جذب الاستثمارات نتيجة تخوف المستثمرين من بعض الضوابط والقيود اللي كانت موجودة في بعض القوانين. فالتعديلات تعديلات مبسطة متوافقة مع قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، متوافقة أيضا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. فالتعديلات الغرض منها هو ضبط الأطر القانونية، ويبقى فيه تكامل ما بين القوانين وبعضها، ما يبقاش فيه تعارض. المسألة في مسألة التعديلات كانت بتختص بمسألة إيه؟ إن إحنا عندنا أو كان عندنا قبل التعديلات إطارين لمسألة منح الأراضي للشركات الأجنبية، إما من خلال التخصيص أو من خلال الإيجار لمدة طويلة بما يسمى حق الانتفاع. فالمشرع ارتأى في توافق الأحكام المحكمة الدستورية وقانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية أن يبقى فيه أيضا إطار من أطر التملك اللي ليها ضوابط كثيرة جدا. لا الموضوع بقى متعلق بالأمن القومي المصري، ولا الموضوع متعلق بتهديدات، ولا الموضوع متعلق بمسألة بيع أراضي في سيناء، لأن سيناء لها قوانين خاصة منظمة. يعني أنا شايف أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وراح في إطار احنا دايما بنتكلم في مسألة ايه، ان يجب على المواطنين لما تحصل شائعة او يحصل خبر مغلوط او حاجة، ان احنا الاول ندور على المعلومة السليمة، لانه التعديل خرج من اطار يعني التكامل ما بين القوانين لمسألة ده هيبيعوا ده الاتاحة، طب واشقائنا الفلسطينيين، وتناسى الجميع ان مصر كان ليها الموقف الأكبر والأقوى في الحفاظ على القضية الفلسطينية. صح. من التصفية لأكبر هجمة. خلي بالك إحنا القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، يمكن تعرضت لأقوى هجمة في تاريخها الفترة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي، والتحدي كان فيها كبير، والضغوط على مصر كانت شديدة، لكن وقوف مصر حائط صد أمام تصفية القضية الفلسطينية كان سهل جدا، إن الباب ينفتح والأمور تمشي من غير تعديلات ومن غير أي شيء. لكن القيادة المصرية، السيد الرئيس، المؤسسات، البرلمان، الحكومة، الجميع تكاتف، الشعب في المقدمة تكاتف للحفاظ على القضية الفلسطينية. أيضا مصر واجهت هجمة في سيناء ضد الإرهاب، وقعدنا سنين نضحي بشهدائنا اللي أرض سيناء ارتوت بدمائهم،
عشان ما نسيبهاش للإرهاب والمتطرفين. فالحديث عن مسألة بيع ووطنية أو عدم وطنية في تعديلات يعني مختصرة في مادتين بتدي إتاحة لفرص استثمارية كبيرة وفتح فرص عمل، اتحول الموضوع لحديث مخالف للواقع. مصر اللي وقفت حائط صد أمام بيع مصر نفسها وتصفية جيشنا أمام الهجمة اللي شفناها على مدار السنين اللي فاتت من الجماعات المتطرفة والإرهابية، وما سلمناش البلد لهذا الفكر المتطرف وما نتحدث بأنه لا حدود والأراضي كلها مفتوحة على بعض، وإحنا دفعنا على أرضنا ودفعنا على حدودنا، وعندما تحدث الرئيس وقال أن حدودنا في ليبيا خط أحمر وحدودنا في سيناء خط أحمر وشرق المتوسط واستثمار ثرواتنا، يعني كل هذا الحديث يتم يعني نسيانه أمام تعديلات بسيطة جدا ملهاش أي علاقة بمسألة التخوف على الأمن القومي المصري، لا فيها مساس بالسيادة المصرية ولا بالأمن القومي المصري بأي حال من الأحوال، والتعديلات كلها متعلقة بنسب الملكية وما إلى ذلك. أنا بشكرك جدا 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 سيادة النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.